تبعا للتحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة للمديريات العامة للأمن الوطني والممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بخصوص قضية الاحتيال التي راح ضحيتها أزيد من 75 طالبا جزائريا تعرضوا للنصب من قبل شركات وهمية قدمت لهم عروضا مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موهمة ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة على مستوى جامعات أجنبية بكل من أوكرانيا وتركيا وروسيا، حيث أفضت التحقيقات إلى فك خيوط هذه الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على المدبرين الرئيسيين، وعددهم ثلاثة أشخاص كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية مستعينين ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة. السنه اللي جديد يوضوا شحال يخلصوا باش يروحوا قال لك يخلصوا 30 حدود 30 مليون اي وزينه معناتك تشوف يوهمك باللي هذا السيد راه قانوني 100% او جي بي سافوار كو يا في بوكو دو فيكتيم يا في بوكو دو جيديو اي هضرت مع بوكو دو جيديو قالوا لي فوالا فوالا ها واش كاين ها واش كاين الفكار بعثوا لي دي ميساج قالوا لي فاروق شنو اللايف تاعك اي اون في بارتي دو سيت كوميونيتي ديتيديون لي نوزا ارناكي ou là pour un dépôt de dossier et du coup le BAF original relevé avec BAF photocopie passeport ma 50% au dépôt du dossier et 50% à l'obtention du visa. Alors que tu cherches un baril hypnotisé par les influenceurs. Il y a un moment, il y a un travail avec les influenceurs. Donc moi, quand je suis acheté ma belle armée, travail avec hypnotisé de chez eux. D'ailleurs, on a une belle belle. Quand on a sorti la belle belle, hadia, يعني الطلبة جاء automatiquement جاوا يشكيوا. Les autres, les influenceurs étaient là pour live. نسي كي استلموا منك دعم يحبسكم مخدم اون لي زابا سوليسيتي لي زوتر انفلونسور ما زيدوهم دعم هما ما ظهروش هما بلا فاساد ظهروا زوتر انفلونسور لي يتكلموا على شخصيه الشركه تاعنا توا مي سنسو اول طلب عليهم وسلكناهم بدينا حنا 70 مليون بس مول الاول درنا في وهران وراها قالنا روحوا حتى نعيط لكم نقول لكم وجدت الفيزا تقلعوا ديريكتومون قلت له اعطيني دراهمي نحاهم لي بالقوه وقفل على قفل لي الباب على صبعي هو ولينا هذا الكبير شي شطول حياتي عندي 53 سنه عمري ما شفت هذا الكبير كيما هذاك واش بعدي اعتمد الناس واش من الكونسونس اللي عندك انت واش من الكونسونس واش الاحساس اللي عندك الدراهم هذو واش عندي بيهم في جوي لي زيكزامان هضرت معنا شيف ديبارتمون قلت لنا بلي ما تقدروش تفوتوا ليكزامان قلنا لها علاه قلت لنا باسكو ماكش مخلصين الاسم تاعكم راه عندنا هنايا في المحاسبه الاسم هو هذو اللي طلعوا كاع في المحاسبه ماكش مخلصين تخلصوا تفوتوا ليكزامان ما تخلصوش ما تفوتوش ليكزامان وطلعت لو 15 اوت 2021 دونك خلصت في 3 مليون يورو هذيك قال لي زيد لي 5 ملايين 400 زدت له 5 ملايين 400 وحنا اللي خلصنا من البي اعطيت له 13 مليون و 800 تاع البي عطيت له كلش 3 مليون يورو بلس 5 مليون 300 هو كان يقولنا معترف بها اوروبيا هاد الجامعه اللي كنا فيها وحنا كي وصلنا لقيناها جامعه عاديه اللي ذوي الاحتياجات الخاصه والمعوقين